السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة، صباح الفل عليكم جميعا. يوم جديد وحلقة جديدة في أسبوع جديد مليان وصفات إن شاء الله تنال رضاكم وتعجبكم جدا، وتكتبوا لنا كلمة حلوة ودعوة حلوة كده على كل وصفة بنعملها لكم بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي الفلاحي البلدي الأصلي على أبوه، بمعنى من الآخر يعني كده، من غير ولا كبة ولا خلاط، هنعمله على أيدينا. بس يعني لما اعمله على ايديا ناس كتير متوقع انه صعب وخطواته كتير، لا، النهارده هم خطوتين اتنين مفيش غيرهم، حتى المقادير بتاعتنا مقسومه على الخطوتين دول، زي بالظبط ما اهلنا في الريف بيعملوه بنفس الطريقه بالظبط، وحاطين فيه خميره بتخلي الكسكسي هش وطري جدا جدا، وكمان حاطين فيه بيكنج بودر علشان ما يشرقش وانتوا بتاكلوه، وتلاقوا حبيبات الكسكسي مهما استوت عندك في البيت بتبقى ناشفه شويه، لا، النهارده مع الخميره والبيكنج باودر قد ايه هتلاقي الكسكسي ناعم وطري وهش، عامل زي السفنج كده تبارك الله عليه، زي ما سمر جايبه لكم الجمال ده، عاملين معاه بقى بطايه حلوه كده ما شاء الله عليها، ده الحادق، وعاملين كمان الكسكسي الحلو بجوز الهند والسكر الباودر والزبيب. بصوا البطايه عامله ازاي ما شاء الله عليها، دي مشويه في الفرن وتحتيها الكسكسي الحادق، عشان اللي بيحب الحادق هيلاقي البطايه والكسكسي، واللي بيحب الحلو هيلاقي بالسكر واللبن والمكسرات وزبيب وجوز الهند، حاجه كده النهارده يعني واو. روايح الشتاء، الشتاء بيحب كده بالليل تروح جايبه طبق كسكسي كده وتقزقزي فيه، ويا سلام لما يبقى من عمايل ايديكي، يعني بيبقى احلى واحلى ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا النهارده انا هشتغل معاكم على كيلو دقيق ما شاء الله تبارك الله، هيرمي قد كده، ودي ميزه الكسكسي ان كيلو دقيق معانا بالطريقه دي هيرمي معانا كتير جدا. كيلو دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، نص معلقه صغيره سكر. الخميره مش هتنشط، مش هنخليها تنشط، بس فايدتها انها وهي والكسكسي بيستوي بتخليه طري وهش جدا. نص كوبايه ميه اللي هدوب فيها الخميره والسكر، ملح وزيت ولبن وسمنه، دي المقادير بتاعتنا كلها. المقادير دي كلها يا جماعه مقسومه على خطوتين. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني ايه بقى؟ انا عندي اول خطوه هنمشيها مع بعض واحده واحده. بسم الله، اول خطوه ادي الدقيق، الخميره والسكر والملح والزيت، والخطوه الثانيه هيبقى اللبن والبيكنج باودر والسمنه، ده سواء حادق او حلو مش فارقه معانا خالص، اللبن والبيكنج باودر والسمنه دي في الرده الثانيه بتاعه الكسكسي، ماشي كده؟ لكن الرده الاولانيه هنعرف يعني ايه رده، الناس اللي ما تعرفهاش، تسويه. التسويه الاولانيه اول نص ساعه هياخد معايا الخميره والسكر والملح والزيت وشويه ميه، بعد كده هيستوي نص ساعه، هطلعه اروح مدياله الرده الثانيه بشويه لبن كده وحته سمنه وارش عليه البيكنج باودر، ونرجع نفتله تاني مع بعض في الغربال بتاعنا. هنشتغل النهارده شغل بلدي صرف، بلدي جدا، وبعدين نسويه نص ساعه كمان، خلاص طلع معاكي احلى شويه كسكسي. فكده الرده الثانيه زي ما اتفقنا كده في المقادير دي مش عايزينها دلوقتي. حلو قوي الكلام ده، خليكي معايا يا سمر بقى عشان ايه اللي جاي ده مهم جدا ان شاء الله. ايه ادواتي اللي هستعملها علشان اطلع شويه كسكسي زي العسل، وفي نفس الوقت ولا هستخدم الكبه ولا هستخدم خلاط ولا الكلام ده كله، ما عنديش الكلام ده، وعايزه اشتغل شغل بلدي بلدي بلدي. ادي صينيه ستانلس، وادي المنخل او الغربال، هستخدم دول طقم مع بعض، عارفين الواحد ده ب 30 جنيه من اي مستلزمات بيع ادوات المطبخ. طب ليه الاثنين؟ لان الاثنين مقاسين مختلفين، مش عارفه يا سمر هيظهروا معاكي ولا لا، فيهم واحد افتح شويه الفتحات بتاعته اوسع شويه من الثاني، الواسع ده الاول مرحله، الضيق شويه ده للمرحله الثانيه، للرده الثانيه. شفتوا ازاي؟ او الله عليك يا سمر، شايفين الفرق؟ دول هيغنوكي عن كبه وهيغنوكي عن اي حاجه، وهتشتغلي بايديكي كده شغل ليه طعم، ليه كده حلاوه بجد. اول حاجه هعملها، خلي بقى دول دلوقتي كده والمعمولين بقى الجداد الستانلس، دول جمال في الشغل وبيريحوكي جدا. نشمر بقى، بسم الله. ادي كيلو دقيق اهو ماشي في الصينيه، عيشي معايا اللحظه يا سمر. وبعد كده يلا اول حاجه، بس قبل ما نبتدي ناخد اي تليفونات،
شوفوا انا هعمل ايه، هدوب الخميره، ادي الخميره، وهدوب معاها السكر. يبقى هنا الخميره والسكر، وهنا حوالي معلقه صغيره ملح، ودي عليها شويه ميه، ودي عليها شويه ميه، والاثنين هستخدمهم. الميه بملح هنا ملهاش مقدار، لغايه ما الدقيق ياخد. هنا نص كوبايه ميه على الخميره والسكر اهو بالشكل ده، وبعدين نشيل كل ده. دي اهم خطوه معايا. يبقى انا هدوب الخميره والسكر في نص كوبايه ميه، وبعدين هنا حوالي مثلا كوبايه ميه كمان فيها ملح. دوبي بقى كده الملح. بصوا هنشتغل بايدينا كله النهارده، وادي الخميره والسكر، ومش هديها فرصه تخمر. ده انا هدوبها كده، وتعالوا نشوف بقى ايه هنعمل ايه. بالبلدي كده اسمها هسقسق الدقيق. بصي كده الاول بالميه اللي فيها الخميره والسكر، الاول كده على الدقيق، ماشي بالراحه كده. وبعدين هروح واخده الدقيق بقى. بصي هنفركه ازاي الاول اهو كده من تحت لفوق، ودي هتبقى حركتنا الاساسيه معانا. باخد كده من تحت واروح مطلعه كده على فوق. لا لسه، ده لسه عايز تاني وتالت. هروح واخده برده بقيت يعني خليط الخميره هو اللي ليه الاولويه معايا، وهقرب جنبي الميه. وناخد كريمه على التليفون. يا كريمه اهلا وسهلا. صباح الفل على شمس النور اللي كانت منوره عروس البحر المتوسط امبارح. بجد انا عايزه ادخل النهارده واقول للدنيا كلها على حب الناس، ربنا يا رب يديمك علينا ويحبب فيكي خلقه. حبيبتي وكمان امبارح كنت منوره مهرجان اسكندريه الثاني بقياده طبعا شيف الخير الاول وصاحب المهرجانات شيف ياسر، ودعاء نصر طبعا حبيبه الكل. بجد عايزه اشكرك انت واستاذ ايهاب على دعمك لكل الناس امبارح. كلكم حبايبي والله يا كريمه، حفله تحفه وكانت منوره شمس الشموس شيف هاله، وما كسرتش بخاطر خاطر اي حد. لا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. ربنا يا رب يبارك فيكي ويجعل كل الدعاء وكل اللي انت فرحتي قلوب الكبير قبل الصغير بجد والله يا شيخ هاله، ربنا يديمك علينا ودايما تبقي معانا ودايما نشوفك في احسن حال، وقبال مش المليون وقبال الملايين الملايين كمان وكمان. ربنا يخليك يا كريمه، ما تحرمش منك ابدا يا رب على كلامك الحلو وعلى ذوقك. وبشكر كل اهل اسكندريه الكرام بجد على استقبالهم الحافل ليا امبارح، الف شكر. بصوا يا جماعه بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ شويه كده ماشي. انا كده اسمها بالبلدي كده بفتله. بصوا اهو كده. وبعدين الحركه الاساسيه معاك اللي تخلي الدقيق يشرب الميه ويفضل مفرول من تحت كده، خدي على فوق اهو كده بالشكل ده، شايفين ازاي؟ ما شاء الله عليه. يبتدي كده ايه يطرى، انت شويه كده وتروحي حاسه الدقيق بين ايديكي ما بقاش دقيق، بقى حبيبات، بس حبيبات طريه. والخميره هنا يا جماعه ليها شغل محترم جدا. شوف انا بعمل ايه، باخد بايدي ازاي، عشان كده قلت لكم الميه ملح ملهاش مقدار. باخد بايدي كده كبشه، واروح فين؟ على الدقيق كده. تاني كبشه كمان اهي. وبعدين بصوا اشرب الدقيق ازاي، بس ما اشربوش، اخليه يعجن، يعني ما اقلبوش العجينه، ما اديلوش الفرصه انه يطرى قوي قوي يعمل لي عجينه، لا بالشكل ده. عايزه افاجئكم ان كده خلاص يعتبر الكسكسي اتعمل. شايفين سهل ازاي؟ شايفه يا سمر سهل ازاي وجميل ازاي؟ اهو كده خلاص حسيت بالدقيق طري تحت ايديا، شكرا جزيلا. بس اهو خدي بقى كل اللي على ايديكي ده، وتعالوا بقى دلوقتي هنجيب بالبلدي كده الدياره. طبعا اللي عارفين الكسكسي وبيعملوه على ابوه البلدي الاصلي عارفين كل المصطلحات اللي احنا بنقولها دي. كده خلاص دي كده خطوه خلصت. هروح جايبها بقى كده على قدام بالشكل ده، ونضفي هنا كده من الدقيق، ما تخليش في دقيق ناعم كده. ونجيب بقى ايه اول غربال معانا، الخشن اللي هي الفتحات الواسعه اهو، تالي كده هيبان اكتر واكتر. واروح واخده كل كيلو دقيق ده فيه. شوفوا ازاي سهله جدا جدا جدا. ابعتي دلوقتي هاتي الدياره دي، هاتي الطقمين الاثنين مع بعض طقم واحد، واشتغلي باحلى كسكسي. واحلى حاجه في الدنيا بقى يا جماعه لما تعملي كتير مره واحده بقى كده، وتروحي حطاه في اكياس وحطاه في الفريزر،
تيجي بعد كده تطلعي الكيس تروحي في معلقه سمنه كده مشوحاه، خلاص بقى عندك احلى شويه كسكسي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. شوف يا ستي، هرفع ايد كده والايد التانيه هروح منزلاه كده من العيون دي بالشكل ده، شايفين ازاي اهو؟ وهتشوفوا دلوقتي شكل الكسكسي نازل ازاي. دي اول خطوه معانا. فجاه كده ما شاء الله تبارك الله هتلاقوا من تحت خلاص اداكي شكل حبيبات الكسكسي. نزلي 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 كده، شايفين ازاي اهو؟ ما تخليش حاجه خالص، ما شاء الله عليه. هنا عندي شويه زيت مش هحطهم دلوقتي، اول ما اخلص كل اللي في الغربال معايا ده هنشوف بقى نروح حاطين شويه زيت كده يفرول معاكي وما يخليهوش وهو بيستوي يمسك في الشاشه، يعني ما يخليهوش، عارفين زي ما بتشوفوا كده ساعات تخافي تطلعي كده الكسكسي من اول تسويه تبص تلاقيه بقى قطعه واحده تقولي بس ده عجن مني، لا هو ما عجنش ولا حاجه. شايفه؟ نزلي 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 كده. تعالوا نشوف ايه الاخبار تحت، ما شاء الله عليه. شوفوا بصوا، يا سلام يا سلام، هو ده الشغل البلدي يا جماعه. البلدي هنا لعبتنا، البلدي عندنا وبس، شايفين ازاي اهو؟ وبعدين خدي خدي تاني كده، بص يا سمر، شايفه الكسكسي تحت بقى عامل ازاي؟ الله اكبر عليه، عسل. هتلاقي نفسك فرحانه فرحه السنين ان انت عملتيه على ايديكي كده من غير كبه ولا اي حاجه. يلا غربلي الباقي اهم، دول ممكن تحطي عليهم شويه دقيق وتغربليهم تاني ينزلوا معاكي تاني. بصي بقى المنظر يا سمر، الله الله الله، يا حلوياتك يا طعمتك. ادي الكسكسي بتاعنا يا جماعه بمنتهى السهوله. دي اهم خطوه معايا، تظبط معاكي. بصي تظبط معاكي خلاص، اللي جاي ده كله تسويه، ما عنديش اي مشكله خالص اهو. في ثانيه واحنا واقفين هنا بقى عشان ما يلزقش في الشاشه وعشان ما يعجنش وهو بيستوي هروح مسقساه بشويه زيت صغير، يعني بصوا كده واحط كده شويه كمان بس. اظن يعني نفسكم راحت للكسكسي، صح يا سمر؟ بصي اهو الزيت ده هيخليه يفضل مفرول مفرول طول ما هو بيستوي، الله اكبر عليه. اهو يا جماعه ادي الكسكسي اهو، خلاص انا كده داخله في مرحله التسويه بس، ولا كلمه ولا اي حاجه. وانتي شغاله بايديكي كده والله يا جماعه هتحسوا بمتعه غير عاديه اهو. يا سلوى اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح النور، صباح العسل يا سلوى، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه الجمال ده؟ شايفه الكسكسي عامل ازاي؟ لا لا انا بصي انا مش قادره بقى بجد، انا عايزه طبق. لا انا عايزاكي تعمليه في البيت وتشمي ريحه التسويه وتشوفي جماله يا سلوى، والله هيعجبك جدا ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، تسلم ايديكي. الف الف شكر ليكي على كل اللي بتعمليه يا حبيبتي. الله يكرمك يا رب، تسلمي لي يا حبيبه يعني قلبي. كل حاجتك جميله زيك يا وسهله ولا لا؟ سهله وسريعه ولا لا؟ دي اهم والله حاجة. هي معاكي سهله. لا وفي البيت كمان هتعمليها سهله لان انت هتعرفي خطوات وحاجات تالي كده ما حدش هيقولها لك يعني. اه لا بجد فعلا انت بتركزي في الخطوات وفي الطعم التفاصيل. يعني ايوه في التفاصيل بصراحه. على راي اصاله انا المهتمه بالتفاصيل. ايوه. ربنا يسعدك يا حبيبتي كده ويحسن ما بين ايديك ان شاء الله. جميل يا حبيبه قلبي، نورتيني. يلا يا قمر، شاشه حلوه كده ونزلي كل ده. سيبكم بقى من الكسكسي السريع وسيبكم بقى مش عارف ايه اهو، مفيش اسرع من كده، بس ده اطعم واجمل وغني كمان بكتير بكتير بكتير. هلم كده بس يا ستي، وهناخد بسم الله اللي انا عامله لكم ده. ده اول تسويه خد نص ساعه، هوريه لكم دلوقتي. واروح حاطه ده كده، بصوا حله، بص يا سمر حله وفيها مصفه المكرونه اهي، لا لازم الحله الاصليه بتاعه الكسكسي ولا الكلام ده كله، حله ملبسه فيها مصفه ربعها بس ميه، وبروح حاطه فيها الشاشه كده اللي فيها الكسكسي اهو جوه اهو، شايفين ازاي؟ اظبطيه بقى كده خليه متساوي، سطحه متساوي بالشكل ده، ولمي عليه الشاشه القمر دي وغطي وتسيبيه نص ساعه. بعد نص ساعه تعالوا نشوف بقى عامل ازاي، وهل هو لازق قطعه واحده ولا عامل ازاي. شوفوا الزيت اللي اتحط على الكسكسي في الاول خلاه نازل عامل ازاي اهو،
طبعا اللي بيعملوها في البيت مش متعودين على كده، متعوده ان انا بطلعها من على النار ابص الاقيها قطعه واحده كانه عجن، واتخض واقول يا نهار ابيض هو عجن ولا عمل ايه؟ لا يا ستي، شويه الزيت اللي في الاخر هما اللي بيخلوه يطلع معاكي مفلفل كده اهو، وهو سخن كده زي ما هو هاخد شويه بيكنج باودر عليه، ده يفتحه بقى، يفتح لك حبيبات الكسكسي كده وتخليها عسل. وهاخد كمان السمنه الاساسيه بتاعته اللي هتديله طعم السمنه، ماشي. وهنحط ايه تاني عليه؟ ركزوا معايا، دي كده المرحله الثانيه، وشويه لبن. بنرد الرده الثانيه بشويه لبن وسمنه. السمنه هنا بصوا زي ما انتم شايفين كده مش كتير، علشان احنا لسه لما نيجي نعمله بنحب كده نشوحه في معلقه سمنه. وبعدين شويه لبن صغيرين كده في ايديكي اهو. الله الله، احلى كسكسي النهارده ده ولا ايه يا جماعه؟ بس قولولي. وبعد كده افركي بقى، وهو سخن كده طبعا مولع، بمعنى كلمه مولع، خلي سخونيه الكسكسي هي اللي تسيح لك السمنه اهو. ما انتم متخيلين انا واقفه بتلسوع قد ايه؟ بس ابدا، دي متعه، وبيطرى معايا تاني وحاجه كده عسل اهو. ادي يا ستي الكسكسي ابتدى ياخد الملامح بتاعه الكسكسي، الحبيبات بتاعته دخلت في السوا، بس ده كده لسه ما استواش كويس قوي. لما يرجع بقى على النار تاني الرده التانيه مع شويه البيكنج باودر اللي حطيناهم، يا حلاوته ويا جماله، يا حلاوتك يا جمالك. هنجيب بقى ايه؟ الغربال الضيق وخلاويص، وخلصنا. بس يا ستي، وده كان ايه؟ ده كان الكسكسي، احلى كسكسي النهارده. اللي عايزين يعملوا منه مشروع يلا اعملي، اعملي بالشكل ده. انت لو عملتي 2 كيلو دقيق على بعضهم، يعني الصبح كل الجمال اللي انت شايفينه ده ب 2 كيلو دقيق، مش اكتر من كده. خدي كده اهو، ده كده بقى اتضيق، واشتغلي وشوفي حبيبات الكسكسي هتنزل لك عامله ازاي. سريع سريع سريع، الله الله الله. وحاجه كده يا جماعه، عسل عسل وسكر، كله كله شغالينه بايدينا النهارده يا جماعه. الله الله الله، بصوا شوفوا تحت عامل ازاي. بصي يا سمر، قبل ما اقلبه ولا قبل اي حاجه، شايفين الجمال؟ قولي لي مين معانا. يا ام ادم اهلا وسهلا. يا صباح الهنا، يا صباح الكسكسي. يا صباح العسل يا ام ادم. تسلم ايديكي وعينيكي. ايه رايك في شغلنا البلدي؟ كله بايدينا اهو. تسلم ايديكي على طول. يا شفال على طول، انت معودانا على كده والله. احلى حاجه في الدنيا والله. ربنا يديكي الصحه والعافيه. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. انا بقى بصيت المخصوص النهارده عشان اقول لمنى الف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا قلبي. كله يا رب يفرح بعياله يا رب، ويهنيها ويسعدها يا رب. اللهم امين. ربنا يهنيها حبيبتي. تسلمي لي عقبال كل حبايبك يا حبيبه قلبي. تسلمي لي شفاها. ربنا يهنيكم يا رب ويسعدكم زي ما انتم بتسعدونا. الله يكرمك يا حبيبتي، اشكرك. بصوا شايفين الجمال اهو، فيش ولا حتى كرايه صغننه كده. عسل. وهنروح جايبين الشاشه بس، ومرجعينها تاني في الشاشه نص ساعه كمان، يطلع لك الكسكسي ده هش وطري وناعم جدا جدا، وطعمه هتحلفي تقولي والله ده انا ما دقتش كسكسي بالجمال ده وبالحلاوه دي قبل كده. ازاي هو سهل كده؟ ولا محتاج كبه ولا محتاج خلاط ولا الكلام ده كله. طبعا هو ما بيبقاش خلاط، يعني هو بيتقال لكم خلاط علشان بس العنوان يشدكم، لكن هو بيبقى اصلا المطحنه الصغيره بتاعه الخلاط، مش الخلاط نفسه طبعا. اهو يا ستي بمنتهى السهوله، اظن مفيش اسهل من كده في الدنيا. ده كده اترد معانا باللبن ومعلقه سمنه ورشه بيكنج باودر، يعني حوالي نص معلقه صغيره مش اكتر من كده من البيكنج باودر. بس انه كده بس ننضف الدقيق اللي على ايدينا ده، واروح لماها كده حلو قوي كده هون. وبعدين بسم الله هنشيل بقى ده كده المستوي خالص من الصبح. يبقى اهم حاجه عندي يا جماعه بيستوي على مرحلتين مع الخميره والبيكنج باودر، حتى الخميره كانت في المرحله الاولى والبيكنج باودر كان في المرحله الثانيه، عشان يديكي كسكسي ناعم جدا. اظبطي كده الوش. الله الله، والله طري طري جدا جدا، كانه لسه حتى مش محتاج ياخد نص ساعه كمان، بس طبعا هو لازم يترد تاني. بس يا ستي بسم الله نشوف بقى الحلويات بتاعتنا دي. بصوا بقى المنظر ده كده ايه؟ عسل وسكر استوى خالص خالص، شوفوا عامل ازاي؟
اهو الله اكبر عليه، ولا لازق في الشاشه ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ بس يا ستي نجرف بقى كده على طول، خلاص هو زي الفل، مش محتاج اي حاجه خالص. انا بس حاسه ان انا مبهدله الدنيا شويه، صح يا سمر؟ وحساكي بس هو يوم الكسكسي بقى، هو يوم الكسكسي بقى. اشتغلنا بلدي في بلدي في بلدي، وزي ما قلت لكم البلدي ده لعبتنا. البلدي ده تعالوا شوفوا البلدي على اصوله هنا عندنا. ايوه بس يا ستي نغرف بقى. فين الاطباق الحلوه؟ تقدري بقى تغرفي في اطباق فويل زي دي، وتقدري تغرفي بقى في اطباق عاديه، وزي ما قلت لك في اكياس لما يبرد خالص تحطيه في اكياس وتشيليه في الفريزر، تطلعيه من الفريزر الكيس على معلقه سمنه تشوحيه كده على طول، هيروح سايب معاكي والف هنا وشفا. عايزين نغرف، يلا بينا. بصي هو كده دلوقتي بالشكل ده، ومش محتاج سمنه ولا محتاج اي حاجه، واخد سمنته، واخد اللبن، واخد كل حاجه، سخن مولع ما شاء الله عليه ما شاء الله. يلا يا سمر يلا بينا، يلا يا قمر. بصوا الله الله الله، تحسي كده وانتي قاعده دلوقتي بتتفرجي نفسك راحت له. سكر بودره، شويه زبيب، استوى على مرحلتين يا جماعه، كل مرحله خدت نص ساعه عشان يستوي براحته خالص. اول مرحله حطينا فيها خميره وسكر اتدوبوا في شويه ميه، دي كانت اول مرحله. تاني مرحله، مفيش اطباق صيني كده حلوه، تاني مرحله خدت اللبن والسمنه والبيكنج باودر. يا آية أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. صباح الفل، صباح الهنا يا آية. فرحانة والله خالص إني كلمت حضرتك. ومش فرحانة بالكسكسي الجميل ده يا آية؟ لا أنت أكتر. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا أحلى آية، تسلمي يا رب. بصي هو أنا عندي حالة الكسكسي. حلو حلو. كنت بعمله في الكبة بس دلوقتي بقى ما يعني الكبة مش موجودة. لا اشتغلي زي ما إحنا اشتغلنا كده. فبصراحة جميل وشكله يفتح النفس. ربنا يخليك يا آية، ده من ذوقك والله. الله يخليكي، أنا أول مرة في حياتي والله أتكلم في التلفزيون. يا نهار أبيض، يا رب ما تبقاش آخر مرة يا آية، بجد شرفتيني. أنا ممكن أقدم إهداء صغير لجوزي؟ يلا الله الله. أنا جوزي محمد عارف. أيوه. بقول له ربنا يخليك لينا، هو فعلا كان بعد الأب أب. ربنا يخليك. وهو يعني أنا وبابا وماما الله يرحمهم، ف الله يرحمه. ربنا يبارك له ان هو احتواني وحافظ علينا من اي ما شاء الله ما شاء الله، وفضل متمسك ببيته واسرته ضد اي ضغط. فربنا يبارك، لكم، ربنا يبارك لكم ويهدي سركم ويبعد عنكم العين يا رب يا آية. اللهم امين يا حبيبتي، ربنا يهدي سركم يا حبيبتي. وزي ما بتقولي كده طالما هو انسان يعني بمعنى الكلمه وعمل معاكوا كل ده يبقى يستاهل، يستاهل انك تحطيه فوق دماغك من فوق. ودايما يا جماعه بنقول كده، ونستحمل الوحشه قبل الحلوه، المر قبل السكر قبل الحلو، نستحمل ونشيل بعض ونفوت لبعض. والزوج اللي آية بتتكلم عليه ده يستاهل ان انت تحطيه فوق دماغك وتحطيه في عينيك الاثنين، وربنا يبعد عنكم العين يا حبيبتي ويهدي سركم يا رب، اللهم امين. شفتوا بقى الكسكسي عمل ايه في آية؟ خلاها طلعت كلام حلو. قالت ان قبل كده كانت بتعمله في الكبه، بس دلوقتي بقى خلاص هتجيبي الدياره او هتجيبي الغربال من اي حد بيبيع حاجه المطبخ، زي ما قلت لكم الواحد ب 30 جنيه تجيبيه وتخليه عندك. الستانلس النظيف الجميل ده عجبني شغله جدا جدا يا جماعه، لا تتخيلوا قد ايه. اولا تقفيله نظيف، يعني ما فيهوش المسامير بتاعه زمان. بصي دايما كده اطلبي الستانلس ده، عجبني فيه مفيش المسامير بتاعت زمان اللي هو الخشب. ثانيا الستانلس ده ما بيصديش ابدا، فانت هاتي الاثنين خليهم عندك على طول، وبعد ما تغسليه نشفيه كويس قوي واركنيه عندك على طول تعملي الكسكسي. اظن النهارده عملناه سهل وسريع من الالف للي على الهواء واحنا واقفين مع بعض، ووصلنا الكسكسي طري وناعم وحاجه كده عسل عسل عسل. يا رب النهارده وصفتنا البلدي في بلدي تكون عجبتكم. اطلعوا فاصل وارجعوا لي بالسلامه نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره مهمه جدا، بعد ما عملنا الكسكسي وعملناه على ايدينا من الالف للياء وشفنا فتلنا ازاي وشفنا ردناه ازاي وكده كلام كده ومصطلحات بلدي في بلدي النهارده، وصلنا بقى لفقرتنا المهمه جدا جدا. دايما بقول لكم مطبخ هاله مش اكل وبس، لازم زي ما بهتم الاكل وبتفاصيل الاكل في تفاصيل كمان في حياتي مهمه جدا، شعري، بشرتي، جمالي، وزني، جسمي، شكلي، مظهري، صحتي، كل ده مهم جدا، ما ينفعش تبقى حياتنا كلها مطبخ وبس. فالنهارده دايما بنتكلم على الورده الجميله، الورده دي يا جماعه لو اهتمينا بيها وسقيناها ورعيناها ايه اللي بيحصل؟ بتزهزه وفجاه ممكن تلاقي الورده دي طلع جنبها برعم تاني، طلع ورده تانيه وبقى لونها حلو وتسر الناظرين. دي ده الزرع بتاعنا، زي بالظبط شعرنا لو اهتمينا بيه كل ما هتبصي في المرايه فعلا هتسرك، هتلاقي كده نفسك راضيه عن نفسك وعندك ثقه في نفسك وفرحانه بنفسك، زي حالات انا شفتها بعناية دي جوه المركز وهنتكلم عليها النهارده. لكن الشعر لو اتعاملنا معاه غلط واساليب غلط وجبنا منتجات خاطئه زي اللي ماليه السوق، هتبص تلاقي نفسك دخلتي في دوامه ما بعدها دوامه، تساقط وهيشان والشعر بقى خشن. تقولي ده انا زمان كان شعري ناعم، طب ايه اللي جرى؟ اللي جرى منك انت ما اخترتيش الطريق الصح. طب الطريق الصح النهارده في ايدين مين؟ مين اللي هيقدم لنا النهارده الطريق الصح؟ النهارده منوراني ضيفتنا الكريمه اللي بجد بجد على دماغي من فوق والله، نجلاء سرحان، دبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات ودبلومة التجميل والليزر ومدير شركة أورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا بيك حبيبتي. أنت أولا تسلم إيدك حبيبتي. لا قبل أي حاجة بجد شكلك بتحبي الكسكسي. أيوه بقى هو ده. تسلم إيدك بجد. تسلم إيدك. بتحبي تكليل أول حادق ولا حلو؟ الاتنين والله. وبحب بستمنى البلدي. الله عليكي قشطه جدا. هو ده هو ده، وينفع غير بالسمنه البلدي؟ طبعا بس كده بحب الاثنين الحلو والحيد. حلو. يبقى احنا بعد الفقره ندوق لينا لقاء مع الكسكسي ان شاء الله. ايه رايك في الكلام اللي عملتي؟ مقدمه حلوه قوي، واتكلمتي فعلا عن كل حاجه تخص الشعر، فعلا لمتيهم كلهم. في فكره الزرع وفكره ان الواحده لازم تهتم فعلا بنفسها. ولازم فعلا تهتم. عايزه اقول لك ان الشعر بيغير 180 درجه. بجد حرفيا بيخلي الواحده من حاجه لحاجه. احنا جالنا حالات في المركز، عايزه اقول لك بقى يعني أنا والله حصل انهم في زغرتهم انا نازلين يا حبيبتي من فرحه، من فرحه انهم شافوا شعرهم. انا شفت قدامي. يعني أنا شفت كانوا قدامي. مفزوعين اللي هو ده وهيفضل كده على طول. طب ايه؟ طب مش عارفه يعني. كانوا مخضوطين فعلا من الشكل. ان هو بيفور اند افتر بقى حاجه ثانيه. زائد ان هم كلهم علقوا لي حاجه واحده نفس التعبير بسمعه، مش زي اللي عملناه قبل كده. ايوه بالظبط. ده ناعم طبيعي. صح. يعني ناعم طبيعي، تحسي ان شعرك اصلا طري. ناعم طري طري. في فرق بين مشدوده ناعم بالزبط. مشدود كده والتراتيف تحس انها كانها متشنكه كده. ايوه. في واحده صعيديه قالت لي حاجه، قالت لي اسمها ايه، محرفشه او محنشه حاجه كده، يعني قالت لي حاجه غريبه كده. ان طروف شعرها ما كانت عملتها ببروتين بره. فبقت الطروف ناشفه قوي. وفيها حراشيف. هو في العادي ان فعلا الطروف فيها بتبقى فيها حراشيف. فهي قالت فعلا ان هي فيها حراشيف واقفه شديده قوي، ومش زي البروتين اللي موجود بره اللي بيبقى فيه فورمالين. وده الفرق ما بين البروتين بتاعنا والفرق ما بين البروتين اللي موجود بره. ان هو زيرو فورمالين. هو زيرو فورمالين. خدوا بالكم يا جماعه الكلمه دي مهمه جدا جدا، دي اللي بتفرق من السما للعمى. صح. زيرو فورمالين، ما فيهوش ماده الفورمالين، مفيهوش فورمالدهايد خالص. خالص ما فيهوش كيميكالز. هو كل الحكايه ان هو فيه مكونات كلها طبيعيه. تمام. بتشتغل على الطبقه الخارجيه والداخليه. يعني بيشتغل على الطبقه الداخليه والخارجيه للشعر. برمم من بره ومن جوه. يعني كانها بتغذي الشعرايه، مش مجرد بتعمل كفر عليها كده وخلاص. طبعا بتخترق الشعرايه ومسام الشعرايه عشان ترممني من جوه، فاذا الشعرايه تصبح عندي سميكه. عايزه اقول لك ان في تقرير هتشوفيها معانا وانا ماسكه الشعرايه بوضح للناس، حتى لايف طلعت لايف على الصفحه. الشعرايه مش مقستكه بالبلدي كده. الشعرايه قويه متينه. طب ده من ايه؟ لان انا شغاله على الترميم الداخلي والخارجي للطبقات اللي موجوده جوه. وبعدين انت هتقولي لي ده انا شفت بعيني ما حدش قال لي. انت كنت موجوده منورانا طبعا. شفت بعيني ما حدش قال لي. والله شفت عروسه
يعني داخله بشكل وهي خارجه شكل تاني، خارجه بتتنطط كده يعني من الفرحه، بتتنطط من الفرحه والله يا جماعه. وشفت الحاله بقى اللي هي اثرت فيا جدا، البنوته، البنوته اللي قالت كلمه يعني خلتني دمعت والله العظيم. يعني اسالوا نجلاء البنوته، يا رب يا رب بس نعرف نتواصل معاها النهارده. قالت الكلمه المشهوره بتاعتها، انا اتولدت من جديد. طفله 13 سنه، انا اتولدت من جديد. لما شفت شعرها، لان كان شعرها كيرلي قوي، افريقي، شعر افريقي، كان صعب شويه. وبعدين التعامل معاه، حتى الام ما كانتش عارفه تتعامل معاه، يعني على طول هو ملموم بطريقه معينه. حتى البنت كمان عايزه اقول لك، طريقه اللمه نفسها هينحل من قدام، يعني المنطقه دي هينحل. ايوه بس هي غصب عنها، لازم النوعيه دي طبعًا. لازم يتلم غصب عنها، لازم تلم طبعا. بعد ما عملوا، عايزه اقول لك ان الاثنين اخواتها غيروا ان هم قاعدين شعري عايزين هم كمان يعملوا شعره. بص يا ستي، البروتين بتاعنا ما فيهوش فورمالين، زيرو فورمالدهايد، مصرح من وزاره الصحه المصريه، واخد شهاده الايزو على الجوده 9001. عايزه اقول لك ان البروتين مكوناته ايه بقى؟ بروتينات، اللي هو البروتين بتاعنا، والكيراتين والكولاجين، كل دي بروتينات على فكره، وكل دي بروتينات بتشتغل، الاحماض الامينيه، كل ده بيشتغل من جوه ومن داخل طبقات الشعريه. يعني انا بدخل ارمم من جوه من بره، ترميم فعلا بالظبط، بدخل ارمم، فانا بعمل حاجتين اتنين، بعمل ترميم وبعمل فرد. يعني انا برمم الشعرايه الاول وبعد كده ببدا افردها، فالشعرايه تستحمل معايا ده. حلو جدا. فطبعا لما بنحط فيه بقى البروتين ونحط الكولاجين والاحماض الامينيه والفيتامينز. طيب احنا عندنا مشكله التساقط، ودي طبعا هنتكلم عليها كويس قوي، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف بقى مشكله التساقط. خلاص اوكي، فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كانت معانا نجلاء سرحان وبتكلمنا على البروتين، انا هسميه من هنا ورايح السحر. ليه؟ لان انا شفت بنفسي. في فرق بين ان انت تسمعي وان انت تشوفي بنفسك، تشوفي الناس اللي طايره من الفرحه، الناس اللي مش مصدقه، ومنهم الطفله اللي انا شفتها بنفسي لغايه دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم الدنيا مش سايعاها. كنا بنتكلم على البروتين. تكن البروتين بيرمم من جوه، احنا بنعمل حاجتين اتنين في بعض، يمكن قلتها ترميم وبعد كده فرد. يعني انا برمم، بشبع الشعرايه الاول بالبروتين والكولاجين، وقلت لك ان احنا بنشتغل على بروتين، كيراتين، كولاجين، احماض امينيه، زبده شيا، فكل المكونات، فيتامينز. وليه الفيتامينز هو الشعر؟ لا، عشان فروه الراس. يعني لو جينا ناحيه فروه الراس، يبقى الفيتامينز معايا بيغذي، وبيغذي الشعرايه نفسها. حلو قوي. عندي زيوت طبيعيه، مضادات اكسده، يعني احنا حاطين كمان زيت الزيتون، زيت بذره الكتان، الحاجات كلها اللي بتغذي الشعر، زيت الجوجوبا. فكل المكونات دي لما بتتحط على الشعر، بنبدا نفردها وبنبدا ننشف الشعرايه نفسها. بعد كده عشان للفرد بقى، تتحضر للفرد، فانا في المرحله دي انا بعمل الترميم، واجي بقى على مرحله الفرد بعد كده. فبعد ما بفرد الشعر ونبدا نغسل الشعر، احنا بنغسل اتوانس، يعني بعد الجلسه على طول، على طول. فبعد ما بتغسلي بعد السيشن على طول، عايزه اقول لك ان الشعر بيبقى ناعم طبيعي جدا، اترممت الشعريه بقت قويه. كولاجين بيدي سمك، البروتين والكيراتين والاحماض الامينيه بيفردوا، الفيتامين بيغذي، الزيوت الطبيعيه وزبده الشيا. تعالي لك بقى المحتوى المائي اللي جوه، اللي احنا بنشوف النعومه والليونه الجميله بتاعت الشعريه، واللمعه الحلوه بتاعت الشعريه، الحركه اللي بتحصل دي، اللي بنعملها بالشعريه، بتبين قد ايه هي طريه وجميله. بالظبط. ناس كتير سالوني بقى وقالوا لي ايه، طيب احنا نحافظ على البروتين ازاي؟ طب واحنا بنتكلم نشوف صور معانا. يلا يا جماعه نشوف صور الحالات قبل وبعد. بصي ده طفل تقريبا او طفله صغيره، بصي نص الشعر، هو عامل نص ونص، يعني لسه بيفور اند افتر، يعتبر هو عامل هنا لوحده. ما شاء الله. بس بصي الشعرايه بتلمع ازاي؟ الشعرايه فعلا فعلا بتلمع. شايفين يعني يا جماعه اللمعه، وخلي بالك الشعرايه بتبقى طريه قد ايه؟ كل انواع الشعر هتلاقيها موجوده. يعني الكيرلي قوي، الافريقي، المجهد، الملون، او بصي الشعره فيها لمعه عامله ازاي؟ بتلمع حرفيا، يعني بتدي نعومه ولمعان حلو جدا للشعرايه. زي ما قلت لك بترمم، فالشعرايه التلفق. بصي دي الحاله من مركز عندنا. دي انا اللي ماسكه الشعر بايدي كمان. بصوا يا جماعه الفرق. شايفين الشعرايه بتبقى عامله ازاي؟ الشعرايه عامله ازاي؟ لا وبتتقل. بصي انت لو تحضري البنوته دي، في فراغات شويه في شعرها، انا قلت لها شايفه الفراغ اللي فوق ده؟ بصي الشعر بعد ما تقل وسمكه زاد، تحسي ان الشعرايه او الفراغ، بصي الشعر ده الفراغ قل. دي البنوته على فكره،
دي البنوته اللي بنتكلم عليها. شوفوا الفرق يا جماعه، ما شاء الله تقيل. لو نرجع تاني للحته دي، حلوه قوي البنوته، احنا ما سبناهاش، بس عموما ده الشعر مبلول بقى. يعني ده كده بعد ما اتغسل، بعد ما اتغسل شعر مبلول كده بعد ما اتغسل. بصي الشعر، لا انا بتكلم على الثانيه اللي هي الشعر الافريقي، البنوته يا جماعه. هي يا ربي هتولنا على التليفون يعني بجد. احنا عايزينها تدخل معانا، وعايزاها تقول الكلمه الجميله اللي قالتها في المركز ذهنيه. والميزه بقى شايف حالها ان ما بيحصلش تساقط. ليه؟ عشان ما عنديش فورمالين. بالظبط يعني انا ما اذيتش الشعر، بالعكس. خالص التساقط بيجي من ايه؟ وناس كتيره بعد اول اسبوع بتقول كده. ايوه هي دي. بصي الشعر، هي دي يا جماعة، دي إيه؟ الحالة اللي أنا شفتها بنفسي وسمعت البنت بنفسي وهي بتقول الجملة دي، ما شاء الله عليها حبيبة قلبي. شفتي بقى الشعر كيرلي ازاي؟ أفريقي. يعني أنا عايزة أقول لك، اتقال لي كده تعبير من متخصص موجود عندي، قال لي أنا كنت مستني أول مرة اشتغل البروتين بتاعنا، قال لي أنا كنت مستني أشوف البروتين بتاعنا يعمل إيه في شعر زي ده. ما كانش مستوعب يعني. ما لقى النتيجة دي، قال لي ايه ده؟ لا ده انا قال لي انا اول مره اشتغل قال لي اول مره اشتغل ببروتين ابقى عادي انا بشمه كده، مفيش اي مشكله خالص. مفيش ريحته حاجه. ان هو زي ما قلت لك الدخان اللي بيطلع ده تصاعد نتيجه ايه؟ الحاجات الطبيعيه اللي موجوده فيه. فما بسخن بمكوى يبدا يطلع عندي البخار اللي موجود، لكن اهم حاجه الريحه. يعني اقدر اشمه، ما اتضايقش، صدري ما يوجعنيش. عينيا كانت البنوته دي معاها السيده اللي جت بالبنت، كانت معاها بنتين كمان موجودين عادي. واحنا بنفرد عادي، مفيش اي مشكله عادي، مفيش اي ولا ماسك ولا شياط او الريحه النافذه. ده الروائح دي بقى بتنتج لما بيكون المنتج فيه فورمالين. بالظبط، فيه فورمالين، تحسي ان انت مش قادره ولازم تاخدي هدنه او بريك كده، وفتحوا الشبابيك والحقوا. بالظبط. طيب تعالي بقى للبيفور بقى، او سوري الافتر، المجموعه الافتر كير. ناس كتير هو انا لازم استخدمها؟ لازم. لان المجموعه دي الشامبو فيه نفس مكونات البروتين. فهيشتغل لك من اول يعني الغسيل. يعني كاني لسه بكمل. بالظبط. العنايه لسه بكمل. لا بحافظ كمان. بحافظ. يعني انا بحافظ دايما على الشعر بايه؟ بالشامبو. طيب الهير ماسك بقى. الهير ماسك برضه فيه نفس المكونات الطبيعيه، زبده الشيا اساسه، زبده الشيا، الزيوت الطبيعيه، الفيتامينز. فانا بعلي المحتوى المائي للشعر، فتفضل الشعريه عندي ناعمه وطريه. ده في مجموعه العنايه بعد البروتين اللي هي اورجانيك. شامبو والهير ماسك والسيرم والبروتين. موجودة. طب قولي لي كده استعملهم بالترتيب ازاي؟ الشامبو الاول لو مثلا لا انا شعري. عندي شامبو بيفور اللي هو قبل، وده افتر ده بعد. فالشامبو اللي هو قبل بنغسل بيه كويس، لان الشامبو ده بينزل لي كل الدهون اللي على الشعريه. لان وانت رايحه عند اي كوافير بتعملي حتى شعرك فير، يقول لك انت مش غاسله شعرك كويس لو دخن. فده بيعمل عازل او كفر ما بينه وما بين البروتين. فاحنا بننزل الدهون اللي موجوده على الشعر، ونبدا نحط البروتين عشان يدخل للطبقات الداخليه جوه البروتين. ده بالنسبه لي. طيب عايزه اقول لك كمان ان السيرم فيه سيليكون طبي، فبيعمل لي كفر للشعرايه، ومعاه زيوت طبيعيه وفيتامينز. انت خايفه على الموبايل بتاعك، هتعملي ايه؟ هحط له سكرينه وهعمل له كفر الاثنين. هو بالظبط كده بيعمل كفر للشعرايه، فبيحافظ لك على البروتين اللي موجود في الشعر، فتفضل معاكي فتره اطول. ناس سالوني برده، قالوا لي طب هي هتفضل معانا فتره قد ايه؟ كل ما تبقي محافظه عليه يقعد معاكي تطول الفتره. الله، من 6 شهور لسنه. طب ناس احملت فيه، طب ما هو طبيعي انه لازم ينزل. ما احملش فيه ليه؟ عندي الافتر كير اهتم بيه. الروتين كده احنا بنقوله، وبنقول شويه ممنوعات بسيطه، يفضل شعري جميل وناعم. حلو جدا الكلام ده. يبقى المجموعه دي مهمه جدا اكمل بيها الحفاظ على شعري بعد البروتين. بالظبط. وفي نفس الوقت المده تطول معايا. مهمه جدا يا جماعه الحكايه دي المجموعه بتاعتنا اللي هي الافتر كير. الافتر كير اللي هي المجموعه، فرد البروتين، فرد وترميم. بروتين اورجانيك. طيب عايزين بقى دلوقتي نتكلم على المشكله الازليه، التساقط. وما ادراكي ما التساقط؟ رجاله وستات. بالظبط. التساقط ده اسبابه كتير قوي قوي. اولا انا طالعه من مصيف، واخده الشمس كلها، واخده التان. فانا مش باخد تان لجسمي بس، ده انا باخد كمان حاجات في شعري، فممكن تتلف كمان. اصلا كمان بالظبط تتلف البصيله نفسها. فاشعه الشمس طبعا. انا بقول دايما فتره الصيف انا بحلك الدنيا، وفتره الشتاء انا بعالج. فطبعا الطبيعي ان الشمس، التعرض لاشعه الشمس الكتير، نقص الفيتامينات والمعادن للشعر المغذيه، اذا كان في انيميا، اذا كان في عندي تقدم في السن، اذا كنت بستخدم سشوار ومكوى كتير، صبغات كتير، كل ده بيأثر. رجيم قاسي
ما باخدش فيه الحاجات اللي انا جسمي محتاجها الاحتياج اليومي الغذاء الكافي فده كله بيأثر معايا على البصيله والغذاء الوصول للبصيله طبعا صح فطبعا كل ده بيأثر البواريك وانا عايزه اقول نصيحه من خلالك للناس اللي بتلبسي باروكه عادي مفيش مشكله خالص بس عامليها معامله الحجاب بمعنى ان انا لابسه حجابي ما البسوش على شعر مبلول نفس النصيحه دي هي نفس النصيحه دي اللي انا هقولها للاثنين للبواريك وللحجاب البس حجابي على شعر مش مبلول لازم انشف شعري طيب انا ليه اخبي شعري بشعر تاني واحمله وارجع احتاجه لان خلي بالك مفيش غنى عن الطبيعه طبعا الحاجه الطبيعيه مفيش غنى عنها طيب ما انا اغذيه تحت ويبقى انا بغذي شعري وفي نفس الوقت لو انا حابه لون او حاجه طيب بالنسبه للحجاب عشان خلي بالك بيعمل فطريات يعني انا لما بلبس على شعر مبلول بيعمل فطريات وكمكمه يجيب لك قشره وفطريات بتوقع الشعر مهمه جدا المعلومه دي وخصوصا للمحجبات يا جماعه يبقى نجلاء بتقول لنا اهم معلومه ما نلبس الحجاب على شعر مبلول او الفواريك ما تجيش كده تروح عامله الكحكه اياها ورابطه وبعدين ايه والطرحه وعيشي وشعري في اتجاه واحد لورا يعني الشعر مشدود في اتجاه فينحل انا جاي لي حالات الحتت دي فاضيه الحتت دي حرفيا والله تقولي لي لا حالات تانية برضه ان الله حالات دي ودي فطبعا فاضية لا الطبيعي ان انا اقسم الشعر شمال او يمين علشان ابدا احافظ على الشعر ما اخليش البصيلة في اتجاه واحد ده غلط لازم البصيلة تاخد معايا اتجاه واتجاه عشان يحصل بس ان البصيلة تتعود على اتجاهات معينة مش اتجاه واحد فيحصل تساقط لما تيجي بقى تغيريه وفراغات بقى وفراغات يعني مثلا النهارده انا لبست الحجاب شعري كله لورا اجي مثلا بكره وانا خارجه افرق من نص كده اجيب نص ونص اجيب الناحيه الثانيه كده يعني لازم اغير وضع البصيل الامهات اللي بتشد شعور ولادها في المدارس كده دي الحصان والاقي قطتين يا حبيبتي تلاقي الشعر حواجبها مشدوده من كتر القطتين اللي مرفوعين طب ما ده هينحل الشعر طب ما انا ممكن اعمل بديل اعمل بروتين علشان خاطر ما اديش ان انا يحصل النحل اللي عندي او الشعر ينحل لورا وساعتها لما لم الشعر هيتلم طبيعي بهدوء ونفسيه البنت كمان هتتحسن قدام اصحابها لان انا عايزه اقول لك البنات اللي جولي صغيرين نفسيتهم متدمره اول ما شعرهم بيفضلوا مهايبرين في المكان جامد بيقول لك انا شعري هيفضل كده انا شعري يعني بيبقوا مش مستوعبين الحته دي طب انا خايفه اغسله احسن يرجع تاني بصي الاطفال ده 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 يعني ده كتير هي متخيله مثلا ان هو بقى كده دلوقتي بالضبط. انا مروح واغسله هيرجع لا طبعا مفيش الكلام ده خالص عايزه اقول لك ان المشاكل دي مشاكل كتير قوي فاحنا اشتغلنا عليها قلنا يا جماعه احنا لازم نشتغل في اورجانيكا على المشاكل دي طب ازاي نعمل لوشن اللوشن ده من مكونات كلها طبيعيه احنا المبدا بتاعنا ده من مجموعه التساقط اللي هي السيلفر دي اورجانيكا فيها 3 ايتم هناك كان فيها 4 هنا فيها 3 طيب الثلاثه دول في لوشن اللوشن ده كله مكونات طبيعيه انا بعيد عن اي حاجه كيميكالز مفيش مينوكسيديل بلاش مينوكسيديل ماده المينوكسيديل ماده مضره للشعر يعني انا بنبت الشعر وارجع اوقع القديم والجديد طيب حطينا ايه بقى في اللوشن حطينا جينسينج حطينا كافيين عالي حطينا قهوه خضراء مضادات اكسده حطينا زيوت طبيعيه بذره الكتان الجوجوبا زيت الزيتون وعايزه اقول لك ان دول مضادات اكسده زيت الزيتون وبذره الكتان حاجه بتحافظ لي على الشعر مع القهوه الخضراء طيب ودخلنا طبعا زي ما قلنا الكافيين الجينسينج ماده السوبالميت وهي مكافحه اصلا لهرمون الدي اتش تي اللي هو مسؤول عن الصلع هو في صلع في صلع وراثي ذكوري ونسائي بس احنا من رحمه ربنا علينا شعرنا ما بيصلعش لورا زي الرجاله بتلاقي فيه فراغات بس فراغات تلاقي متحدد وفي فراغات بتبدا طب نشوف صور تاني معانا صور تاني يا جماعه يلا نشوف صور تانية بصي الفراغات دي الفراغات الناحيه التانية احنا بيجي لنا الحالات دي كتير دي بقى اللي بقول لك عليها من لبس الحجاب بطريقه ورا ورا على طول وتمشيط الشعر كده الفراغات بتزيد ازاي بالظبط فبتبدا بعد كده عايزه اقول لك بقى لو ملاحظه اللوشن عمل ايه كمان معلش لو نرجع للصوره دي بس انا عايزه اعلق عليها معلش ايوه بصي لون الشعر اختلف ازاي صح اختلف من تحسي ان هو انا اسفه يعني بالبلدي جربان هنا او تحسي ان هو لونه خفيف زياده شويه فالشعر خفيف فلونه فاتح بالظبط لونه فاتح فتيجي هنا اغمق ليه الفراغات من القهوه الخضراء ومضادات الاكسده اللي موجوده فيه بتحافظي على شيخوخه الشعر حلو طيب الصوره الثانيه هنا برضو الحته اللي بقول لك عليها بتاعه الحجاب الحتت الفراغات اللي قدام شايفاها بيجي لي كتير نفس القصه دي الفراغات اللي موجوده دي طبعا بيجي لنا في المركز هناك وطبعا في متخصصين للقصص دي كلها فبتبدا ان احنا نعالج باللوشن ومجموعه التساقط فدي بعد حوالي 3 شهور ل6 شهور نفس الموضوع ده راجل وفي فراغات في النص
الشعر. نفس الفراغات، نفس الفراغات ونفس لون الشعر. بصي لون الشعر اختلف ازاي، بقى اغمق شعرايه غامقه، تحسي انك صبغه شعر. ايوه 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 بس ف ده بالنسبه ل... طيب ده... سؤال مهم جدا. هو انا دلوقتي بعد ما اعمل البروتين واستخدم المجموعه كامله، ابتدي احس بقى بالنتيجه وبالفرق الجميل كده مثلا بعد قد ايه؟ البروتين ده البروتين التساقط، التساقط من 3 شهور ل 6 شهور. من 3 شهور محدش يستعجل. طب انت عندك نتائج على الصفحه بتقول غير. كل واحد واستقباله للمواد نفسها. بس احنا بنقول الوقت اللي هو ماشي على الكل 3 شهور، لكن في شهور. في مثلا فراغات بتستجيب اكتر. طبعا على طول في حاجات نتائج بنت من 25 لشهر. حلو قوي. 25 يوم لشهر. طب انا الطبيعي بقول من 3 شهور ل 6 شهور عشان دوره حياه الشعرايه. جالي سؤال، ناس كتيره تقول لك ايه، انا ما استخدمت المجموعه او استخدمت اي منتج للتساقط او المجموعه حصل لي تساقط الاول كتير لمده اسبوع. طب ليه؟ لان كان عندي اوريدي شعر تالف. فهو بيسرع من سقوط الشعر علشان يبدا يبني الجديد. شعر جديد يطلع بالزبط. الجديد. فالناس ما تقلقش خالص من الحته دي، لان يعني بالبلدي كده اصبر تاخد حاجه نظيفه. ايوه اصبر تاخد حاجه نظيفه. هقول لك زي ايه، الزرع نفسه لما بيبقى ناشف وحش، انت مش بتلاقي الفرع كده طالع خلاص هو ميت، بس بدا يطلع منه يزق الورق وورق يقع ويبدا يطلع منه منابت جديده او ورق جديد اخضر. هو بالظبط كده. هي الزرع زي الشعر بالظبط. فالناس ما تقلقش خالص ان يحصل مثلا تساقط في الاول في بعض الحالات. ليه؟ لان في تلف شديد في البصيله، فده بيبدل البصيله تاني. طب استني بقى معانا هناء، مامه الحاله ام جنة، الحاله الرائعه. يا هناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هناء، عامله ايه؟ الحمد لله، تسلمي لك على الحاجات الجميله دي. ربنا يخليكي يا هناء، تعيشي. قولي لي بقى عملتوا ايه بالظبط انت وجنة عند دكتور نجلاء؟ والله عايزه اقول لك احنا عملنا يا بصي حاجه فوق الخيال. انا بنتي كان شعرها صعب جدا. تمام، واحنا شفنا ده وشفناه على الحقيقه فعلا. لا عايزه اقول لك شعرها كان صعب وتعب نفسيتها، وكانت حاجه كده بصي مش عايزه اقول لك، كانت حاجه غريبه جدا. ولفه الطرحه وكده. بعد ما عملت شعرها عايزه اقول لك والله بنتي اتغيرت 100%. قولي لنا على اللحظه دي يا هناء، بعد ما عملت اولا يعني انا عارفه ان الحاله دي خدت في المركز مجهود جامد جدا. كله تعب بجد يعني. لا تعب، فانا بشكرهم جدا وبشكر الدكتوره نجلاء. هي الحاله دي حبيبتي. يا حبيبتي قولي لنا الكلمه الشهيره اللي جنة قالتها اول ما بصت في المرايه. قالت انا اتولدت من جديد. انا عايزه اقول لك انا عينيا دمعت والله، كلمه مست قلبي. والله يا شيف هاله، عايزه اقول لك جنة اول ما شافت شعرها انا عايزه اقول لك ان هي كانت هتصوت وتزغرت في نفس الوقت، كانت مش مصدقه نفسها دي حاجه. وبقت يعني تقول لي يا ماما انا حاسه ان انا اتولدت من جديد. انا فرحانه جدا. ربنا يحميها يا رب. ربنا يحميها والله بجد. شكرا للدكتوره نجلاء حبيبتي. تسلمي كل معايا مدام هناء. مدام هناء كنت عايزه اسالك على حاجه، انت قلتي لي ان انت عملتي بروتين بره قبل كده. انا عملت بروتين. ايه كان عمل ايه؟ انت قلتي لي ان هو بوظ لها شعرها، يعني ده حرق شعرها. انا بنتي كان شعرها طويل جدا عن كده خالص، اول ما عملت لها شعرها وقع خالص وكرت وبقى حاجه صعبه. وقع وجالها التهابات. جالها التهابات في شعرها. يعني قعدت فتره حوالي عن شهرين ثلاثه ان انا اعالج شعرها بالتهابات. يا حبيبتي ربنا يحميها ويحفظها، واحنا فرحانين على فرحتها والله يا ام جنة. ربنا يخليها لك ويجعلها ليكي جنة في الارض وجنة في السماء يا رب. اللهم امين. تعالي بقى نشوف فقره مسجله معانا، يلا بينا. طيب ايه اللي معانا؟ ايه اللي معانا؟ ام نوره. يا ام نوره السلام عليكم. نوره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نوره؟ الحمد لله تمام، اخباركم؟ الحمد لله. اهلا بيكي يا نوره. اهلا بحضرتك. قولي لي يا حبيبتي احنا معاكي. عملتي ايه؟ استخدمتي انا استخدمت منتج البروتين بتاع شركه اورجانيكا. حلو. بصراحه ممتاز جدا ما شاء الله. مستخدماه ليا سنه، وهو حاليا لحد الان في شعري. بقى لها قد ايه بقى؟ ليه سنة. ليكي سنة بتستخدمي استخدمتي البروتين. مش يعني كده؟ انا 10 12 هتم سنة بالظبط. تمام. طب في خلال السنة دي ايه اخبار شعرك؟ طمنينا.
والله العظيم ممتاز جدا، ويعني انا كل ما اروح كنت سنتر عشان اعمله كانوا يكرهوني فيه ويقولوا لي شعرك هيقع وشعرك مش عارف ايه، وكتب ان هو زيرو فورمالين والكلام ده. بس ضحيت وعملته. بس بصراحه من بعد ما عملته انا طلبت لاصحابي كلهم. طب تمام ما شاء الله. او حاجه حصل في حصل تساقط؟ دكتور نجلاء بتقول لك حصل تساقط؟ لا والله شعرك واقع يعني، او حصل فيه اي مشكله؟ اقسم بالله ولا اي حاجه. طب الحمد لله. تحبي تساليها حاجه؟ والكوافير اللي هي عملته لي كمان طلبت المنتج. هي دي عملته عند متخصصه. حلو قوي. يعني هي عجبها في شعري كمان وطلبت المنتج، هي بقت تعمله عندها في الـ في الـ في السنتر بتاعها. كوافيره خدت البروتين بتعمله. طلبت البروتين مننا، ما احنا بنوزع متخصصين وبيوتي سنتر دلوقتي. حلو جدا، حلو جدا، اشكرك يا نور. انت ماشيه بقى على الروتين بتاع الافتر كير يا منور. العنايه على طول بالشعر. ماشي عليه. انا كل السيرم بيقعد معايا شهرين، بعد ما بيخلص بجيبه تاني على طول، الهير ماسك والشامبو يعني بيقعد معايا فتره، اول ما بيخلص بشتري، لان بصراحه مخلي شعر حلو. هي محافظه عليه سنه. والروتس لما بتطلع هل انت بتعيدي عليها بس مدام ايه؟ نوره. مدام نوره بتعيدي على الروتس بس؟ لا انا ما عدتش غير مره واحده بعد 6 شهور من قدام كده، الاطراف بس. الاطراف بس. لكن تمام طول السنه زي الفل. تمام يا حبيبتي، اشكرك. تمام، مش محتاج بصراحه. اشكرك يا حبيبه قلبي، اشكرك، نورتينا، وبشكرك على الفرحه اللي انت بتدخليها على قلوب كل الحالات اللي بتبقى فعلا فعلا زي ما انت قلتي بتبقى متدمره نفسيا. عايزين ناخد الصفحه بس على الفيسبوك قبل ما نختم يا جماعه. والوقت جه ننزل الصفحه. شفتي الوقت الحلو بيعدي بسرعه. احنا كنا عايزين نتكلم عن حاجات ثانيه، معقوله؟ والله الوقت عدى بسرعه. الصفحه، عايزين نجيب الصفحه على الفيسبوك، يلا بينا. والله طيب يا قمر، ماشي، نقدر نطلب المنتج عن طريق الصفحة، ونقدر نتصل على أرقام التليفونات اللي كانت موجودة دلوقتي معانا على الشاشة علشان تعرفوا عنوان المركز لو حابين تروحوا المركز بنفسكم وتعملوا البروتين هناك. أشكرك حبيبة قلبي، ألف شكر. أشكرك. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره مهمه جدا، فقره كل الناس المهتمه ازاي تقوي مناعتها وتقوي مناعه اولادها، ومش بس اولادها، لا تقوي مناعه كمان الناس اللي قاعده معاهم تحت السن الكبير، زي والدي، والدتي، جدتي، جدي، وكمان ابني وبنتي، الاجيال كلها. ليه بقى؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفي الكريم دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. ايه رايك في حته تقويه المناعه وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها دي والاعمار المختلفه كلها؟ طبعا انا لازم كل سن بنفكر فيه ايه اكتر حاجه محتاجها عشان يقوي المناعه. فلقينا ان في مجموعه مركبات مع بعض او فيتامينات مع بعض مهمه جدا جدا، متشابهه جدا مع كل الاعمار، ان هي لازم كله يتساوى في انه يبقى خدها بنسب متساويه. بالظبط. الا وهي فيتامين ألف وفيتامين دال والاوميجا 3. طيب هل الثلاثه دول اهميتهم على اساس ان جسمنا بس ياخد من المناعه بس؟ لا، انا لو هبدا اخد هاخد عشان خاطر المناعه، هاخد عشان خاطر يومي اقدر يمشي ازاي، هل في نشاط وحيويه وطاقه اقدر اقوم بيها ولا لا، هل الحاجه اللي هاخدها دي هتقدر تظبط نسبه الدهون اللي هي بعتبرها اللي زي ما بيقولوا كده ايه، خطر كامل، الخطر الكامل اللي اليوم ما بيظهر ما بيستأذنش. بالظبط. بل ان هو بيظهر بمشكله بيبقى يكاد يكون كبيره شويه وبيبقى حصل، ونقول قدر الله ما شاء فعل. بس احنا ممكن كنا ننتبه ليها قبل كده. قبل كده طبعًا. الوقايه طبعا. تمام. عشان كده انا يمكن حابب ان انا في حلقه مع حضرتك النهارده اعمل ستريس او اعمل تركيز اكتر على سن ال 40 سنه فما فوق، اللي هم هنقول ايه كبار السن. مظبوط. بس عايزين بلاش كلمه كبار السن. بلاش كلمه السن، نقول ايه؟ الحياه الجديده. الحياه الجديده. الحياه الجديده. مظبوط. طب ليه يا دكتور؟ يعني النهارده منهم على فكره يعني كلنا لما حضرتك منهم اللي انا اقول ايه بقى؟ خبوني دلوقتي. ربنا يديك. طيب ليه النهارده في فقرتنا واحنا بنتكلم على كولوسيز نختص الفئه العمريه دي بالذات؟
لاني انا الفئه العمريه دي بالذات بتبدا من اول العمر ده ببدا اقول انا اللي فات من عمري ده انا عملت فيه ايه، يعني بالظبط هل كنت باخد حاجات وقائيه، هل كنت باخد الدهون بتاعتي الضاره، هل كنت بطردها بره جسمي، هل مستويات السكر، انا جسمي كان قبل كده بيستحمل السكر عندي بقدر اكل سكريات كتير، هل انا جسمي هيساعدني في مستويات السكر بعد كده، هل الضغط بتاعي هيبقى منتظم وهقدر جسمي يستحمل الضغط العالي او النرفزه او التفكير الشديد، هل زي ما فوق ال40 زي تحت ال40؟ اكيد الاجابه دي هتقول لا، لان انا فوق ال40 بمعنى صح بيبدا خلاص انا جسمي بيبدا واحده واحده ببدا انتبه ليه اكتر، ببدا انتبه لصحتي اكتر، ببدا اكون اكتر رزانك بكتير في اختياري للاكل اللي باكله او للمكملات الغذائيه اللي انا عايز اخدها. تعال نقولها كده جت في بالي دلوقتي. فضلي. ان في السن ده الجسم هيبتدي يحاسبني على مصبوط. اللي كنت بعمله في الحياه اللي قبل كده، حاسب على الفاتوره يعني بتاعتي زي ما بيقول الفاتوره انا حاسب مصبوط. يعني لو قلنا مثلا ان زي ما دكتور مصطفى بيقول لنا مثلا من سن ال40 بالبلدي كده نقول ايه، الجسم بيقول لك اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. مظبوط. حاسب بقى على الاخطاء اللي انت وقعت فيها. مظبوط. التعامل الخاطئ، التغذيه الغير سليمه. مظبوط. حاجات كتير، فاحنا نلحق بقى نلحق بكتير كمان كده. وعلى فكره احنا بنقين وقت هنلحق فيه، هنلحق فيه وكويس قوي كمان. عشان كده يمكن الكولوسيز اللي بيتضمن فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3 هيساعدنا في ايه؟ طيب هل لازم كلنا نؤمن ان احنا في السن الصغير بنقدر يبقى عندنا طاقة وحيوية ونشاط الى حد ما بنبقى احنا ساتسفايد بيها راضيين عنها؟ طيب فوق سن ال40 بتبدأ طاقتنا تقل ونشاطنا يقل. طب الكولوسيز هيفيدني في ايه في النقطة دي؟ احنا قلنا أول حاجة الطاقة والحيوية والنشاط مهمين جدا جدا ليا مع تنظيم الأكل. يبقى انا مش هقدر اكل اكل عنيف عشان اقدر زي الاول زي زمان عشان اخد جلوكوز عشان يديني في الاخر 36 اي تي بي او جزيء طاقه، ولكن انا ممكن اخد حاجه زي الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز تديني 146 اربع اضعاف الطاقه اللي كنت باخدها. يبقى انا كمان مش رجعت شباب، ده انا كمان قدرت ان اخد الطاقه اللي اكتر ما كنت باخدها وانا سني عندي 20 سنه او 30 سنه. السر عندنا في الكولوسيز. مظبوط. في الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيز. الاوميجا 3 بالذات يا دكتور. مظبوط. لان هي دي انا عايز اقول لك ان قصه الاوميجا 3 دي اكتشفناها ازاي؟ في وقت ما كانت الدنيا كلها في الحرب العالميه الثانيه. تخيلي في عز الشتاء الدنيا برد قارص، مطلوب من الجنود بتاعتهم ان هم يقدروا يعملوا افورت او مجهود او يمشوا في زي ما بيقولوا كده مسافات واسعه جدا وفي برد قارص، يعني انا عايز دفى عايز طاقه. فاخترعوا الاوميجا 3 اللي هي بتستخرج من مصدر بحري زي زيت كبد الحوت الموجود في الكولوسيس. ده الاختراع اللي حتى هتلر يعني اداله جنوده بطريقه غير عاديه. فعشان كده انا عايز اقول ان الحاجه دي اتولدت وقت ما كان في ازمه جامده، فبالك احنا بناخدها دلوقتي واحنا مرتاحين؟ لا، واحنا فوق سن ال40 سنه. احنا بنقول قبل ال40 ناخدها؟ ناخدها طبعا، لكن انا بقول احنا محتاجين اكتر الطاقه والحيوية والنشاط. احنا كاننا بنحارب، يعني كاننا برضو مزبوط. فتره حرب مع الامراض بقى اللي هتبتدي تستجد او مزبوط. تظهر ده ما كانش مع عندي العمر كمان او ما كانش ظاهر فعلا. تخيلي حضرتك برضو ان انا ليه بختص فوق سن ال40؟ لان ممكن انا يظهر عندي مرض زي مرض السكر، ممكن مرض صح الضغط صح. ممكن مرض القلب. ربنا يعفي الجميع كلنا، بس احنا بنقول ان انت محتاج للكولوسيز اكتر من اي حد تاني. طب ليه؟ لما انا اكل اكل معين والاقي ان في دهون ضاره عندي في جسمي، الدهون الضاره دي باخدها من الاكل. طيب الاكل ده انا محتاج اتخلص منها، لا اما هتترسب عندي على شرايين القلب او شرايين المخ. ابدا انا بقى بعد كده فتره طويله يبدا يحصل عندي ايه؟ قصور في شرايين القلب، يحصل عندي أمراض القلب، مشاكل بقى في عضله كلها. القلب اذا كان جلطات دماغيه او خلافه او قصور في الدوره الدمويه المخيه، حاجات كتير جدا بتبدا تتسد سنه سنه تدريجيا. بنفاجئ بالخبطه الكبيره بتاعتنا يوم ما يحصل يقول لك ده نمزه علان، ده حصل كذا. لا، هو مش كده خالص. هو مش نمزه علان، هو القضيه كلها ان كان في عوامل مساعده ان ابدت لان يحصل الانسداد ده. فعشان كده يا جماعه انا عندي حاجه زي الاوميجا 3 اللي في الكولوسيز بتامن لي، بتعمل كنسل الدهون الضاره زي الكوليسترول والترايجلسرايد اللي كلنا بنعملهم، اللي هو العدو الخفي اللي هو بيخفي نفسه ويطلع مره واحده. فدي من الحاجات الممتازه جدا لذوي سن فوق ال40 سنه. نقول له انت اكتر واحد محتاج. طب ناخد الصفحه، نشوف الصفحه على الفيسبوك يا جماعه، صفحه كولوسيز
دي الصفحة على الفيسبوك، تقدروا تدخلوا الصفحة ما شاء الله عليها كمية معلومات، وتقدروا تسألوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها واحنا مثلا ما جاوبناش عليها، هتلاقوا فريق طبي مزبوط. كامل بيرد عليكم كلمة بكلمة وكومنت كومنت، اسألوا على كل اللي انتوا عايزينه. طيب احنا دلوقتي يا دكتور بنتكلم على مش هنقول كبار السن، لا هنقول فئة عمرية معينة، فئة عمرية معينة وكمان دخل معنا الحديث في الأمراض المزمنة. مظبوط، لأنه الفئة العمرية بنتكلم عليها معرضة إن بعد فترة وارد إن يحصل ليها أي مرض من الأمراض المزمنة اللي احنا اتكلمنا على الضغط أو السكر أو القلب الحاجات دي كلها. فعشان كده أنا عايز أقول إن برضو الكولوسيز مش أوميجا 3 بس، لا فيتامين دال. طب هيفيدني في ايه؟ هنقول اول حاجه المناعه، زي ما خدنا في الاول المناعه هل هتفيد الناس؟ لما بيجي لي انا عندي حد في العياده بلاحظ ان دايما اقول له خلي بالك انا بخاف من كبار السن في الفيروس المنتشر كوفيد 19 او كورونا، فيروس كورونا اكتر ناس. لو عندك حد كبير في السن استاذنك ما تخليش اي حد من الاطفال لو كان فيه انفلونزا موسميه او برد او اشتباه لا ما يتعرضلوش، نبعد عنه خالص. طب كل ده ليه؟ الانسان لما بيكبر بتبدا حيويه الجهاز التنفسي عنده بتبقى ضعيفه، والمناعه بتقل، والمناعه بتبقى ضعيفه. صحيح. يبقى اذا هو محتاج الكولوسيز. محتاجه، لان في فيتامين كده اكتر على طبعًا. على كلام حضرتك كده او النظريه دي، لا ده هو محتاجه اكتر من الفرد العادي. مظبوط، صح كده. محتاج فيتامين د لحضرتك اللي بيقوي الجهاز التنفسي. المشكله الكبيره اللي بتحصل عندي بسبب فيروس كورونا، فبالتالي انا محتاج ان انا ارفع المناعه عندي، ارفع كرات الدم البيضاء، محتاج ارفع الخلايا الليمفاويه فيتامين ا اللي بيصنع الخلايا الليمفاويه، محتاج كمان بالنسبه لي ان انا احسن وظائف الرئه. كل الحاجات دي كلها لما جم عملوا احصائيه للناس اللي اتعرضت لمشاكل من فيروس كورونا وبالذات الكبار السن وتليفات على الرئه او فشل رئوي قدر الله وخلافه، لقوا ان فيتامين د عندهم قليل جدا. في نقص فيتامين د. ده سر رهيب طبعا. وعشان كده احنا اول ما طلع فيروس كورونا بدانا ندي فيتامين د ويبجرعات جامده، لكن دلوقتي انا اقول لا ادي الكولوسيز لان بيديني الجرعه اليوميه. ما انا مش عايز فيتامين د بجرعه كبيره، ولكن عايز الجرعه اليوميه بتاعتي. مش عايزه لوحده، ده انا عايز كمان بقيه المكملات اللي معايا، فيتامين ا والاوميجا 3. والاوميجا 3 لان هم بيكملوا بعض. صحيح، واخد بال حضرتك معايا؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا طبعا، ارجو ان افيد الناس بيها بنسبه المناعه. طب نيجي بعد كده، كام واحد مننا بنخاف من موضوع هشاشه العظام او الخشونه لما بنكبر؟ فيتامين د احنا عارفين انه مسؤول مسؤوليه كامله عن ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظام عندنا، يمتصوا ويبدا يرسبوا على العظم. طيب في خلل عندي هيبقى فيها هشاشه عظام. كام واحد مننا من كبار السن بنخاف ان احنا ممكن نتحرك ويحصل كسر او حاجه كتير. لانه عشان يقدر يلتحم الكسر او يقدر يلم تاني بياخد وقت طويل، غير لما بيكون صغير في السن بيلم معانا بسرعه. ده غير مشاكله كتيره، ده غير انه بيدخلني ممكن لو يكون شخص طبيعي جدا كبار السن، يكون شخص طبيعي ما عندوش ضغط ولا سكر، يقول لك ده حصل انه حصل كسر مضاعف في منطقه معينه. بعد الكسر ده ظهر السكر عنده وظهر الضغط، شفت بقى بوابه كبيره اتفتحت بقى على طبعا. فكل ده احنا انا بقول الوقايه خير من العلاج. عشان كده بقول انت اكتر واحد محتاج للكولوسيز بما فيه من فيتامين د واوميجا 3 وفيتامين ا كمان. هل فيتامين ا ساب الموضوع عن كده؟ لا، ده مريض مرض السكر، او حتى لو ما كانش مريض السكر بنلاحظ ان مستويات السكر ممكن تعلى في جسمنا من غير ما يبقى عليها كنترول بالظبط. فعشان كده احنا هنلاحظ ان الانسولين لقينا ان في مستقبلات لفيتامين ا على الخليه المنتجه للانسولين. يعني اذا ان فيتامين ا بيقدر يتحكم في انتاج الانسولين، ده بيتحكم في افرازه وامتصاصه. جديده دي. طبعا، ودي احدث حاجه مع معلومه مهمه جدا فعلا. عشان كده انا حابب اقول فيتامين ا لازم يبقى عندك. طيب انا بقى هروح اجيب فيتامين ا؟ والله كنت لسه هقول لحضرتك. يعني انا دلوقتي انت تنصحني روحي خدي فيتامين ا، اروح اشتري، روحي خدي اوميجا 3، اروح اشتري، خدي فيتامين د، وفي الاخر انا ممكن الجرعات اللي انا اخدها تبقى مش مظبوطه. مظبوط، يعني ممكن ما تفيدنيش بحاجه. طبعا ما انا مع نفسي بقى يعني. لكن احنا عندنا النهارده الكولوسيز المكملات الغذائيه اللي فيه النسب بتاعتها مظبوطه والجرعه اليوميه بتاعتي. فعشان كده انا حابب ان انا اخد الكولوسيز بيبقى بصفه يوميه عندي كوقايه
خير من العلاج. ونضيف نقطة مهمة جدا ان هو موجود في كل الصيدليات يا جماعة. مزبوط. زائد ان احنا تاني دلوقتي هننزل الصفحة على الفيسبوك، تقدروا كمان تطلبوه عن طريق الصفحة وكمان من اي صيدلية قريبة أي من اي صيدلية. هو مش هيحتاج صدقيني يطلبه لان هو اوريدي موجود في الصيدليات بقاله 15 سنة. فبالتالي انا لما بقى حاجة زي كده اخده تراست واخده ثقة اني انا اقدر انزل الصيدلية اللي بجيب منها دواء الضغط بتاعي او دواء السكر او بجيب منها مسكن حتى لو عندي صداع او خلافه، فده مكان آمن. فإذا الكلوسيد بيتباع في المكان ده عشان خاطر الرقابة. أنا كطبيب بدور على حاجتين، الرقابة الصحية والرقابة الدوائية تحت إشراف وزارة الصحة، وأدور على حاجة تانية التسعيرة الثابتة، لأن أنا ما أجيش أروح أقول ده سعره كذا لا ده سعره كذا، لا تسعيرة ثابتة وبتكون مناسبة. وده أنا عايز، لأن أنا عايز أفيد المريض بتاعي في الأول وفي الآخر. طب والجرعة بقى بالنسبة للأعمار المختلفة يا دكتور؟ طيب إحنا اتفقنا نقول من سن سنة. شوف إحنا رجعنا لورا تاني إزاي؟ من سن سنة لحد 7 سنين أنا باخد كبسولة بفضيها على أي حاجة بيحبها الطفل، اي حاجه اقدر احطها عليه سواء اكل او شرب. ده دلوقتي حتى يا دكتور المواليد، الدكتور الاطفال حديث الولاده بيكتب لهم النقط الفيتامين د وهم لسه من مولودين. من اول يوم. اه والله الثقافه حاجه عندنا، الموضوع ده ما كانش عندنا أبداً. من زمان ابدا، لكن احنا بنشوف من سن سنه يقدر ياخد الايه الكبسوله بنفضيها، هي فيها نقطتين بالظبط على اي حاجه. طيب فوق سن سنه، فوق سن 7 سنين يقدر ياخد كبسولتين قبل الفطار عليه، مفيش مشكله. طب بالنسبه للامراض المزمنه لا، اقول له خد 3 كبسولات، تاخد كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل. بالنسبه لي ممتاز جدا. هل محتاج ان انا اقول طب انا هرجع للدكتور او هعمل او الكلام ده؟ لا، ده انا عايز اقول له ان الدكتور هيتبسط منك جدا، لانك ماشي على حاجه اوريدي انت بتحاول تريحه جدا في المجهود بتاعه في تنظيم السكر، في تنظيم ضغط الدم، في حاجات كتير ممكن يضطر انه يرفع جرعات فيها. هو اولا واخيرا هو مكمل غذائي. مظبوط. يعني بس. يعني حتى انا لو رحت للدكتور وقلت له يا دكتور انا هاخد كولوسيز، هو مكمل غذائي، مش هيعترض نهائي. طبعا مش هيعترض. هي مجموعه فيتامينات. مظبوط. مش اكتر من كده، بس مدروسه، يعني مدروسه في التركيز، مدروسه في تركيزها، الجرعه اليوميه بتاعتي اللي انا باخدها. فده عشان كده انا ببقى الى حد ما مرتاح جدا جدا وانا باخدها، مفيش اي ضرر عليا. عايزين قبل ما نختم يا جماعه ناكد تاني ان الكولوسيز موجود في الصيدليه، في اي صيدليات تقدروا تجيبوا الكولوسيز بمنتهى السهوله، وكمان على الصفحه على الفيسبوك برضو تقدروا تطلبوه من خلال الصفحه. شكرا يا دكتور، نورتني واشكرك على معلوماتك القيمه، وكل فقره بتبقى احلى من اللي قبلها، وكل فقره بتنور لنا حته كده. وان شاء الله في مزيد بقى من الفقرات الثانيه ان شاء الله. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه النهارده كلها تكون عجبتكم. اشوفهم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.